أسعد الله مساكم مشاهدي بلقيس أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان على الهواء مباشرة في موعدنا اليومي معكم عند 9:05 مساء. نلتقي يوميا خلال ليالي شهر رمضان المبارك في هذا البرنامج الذي نحاول أن نقترب فيه من واقعنا جميعا، ونحاول أن نسهم أيضا في صنع فارق في حياتنا من خلال الحلقات المباشرة. مشاهدينا، نتشارك معكم تفاصيل قصص وكفاح ومعاناة اليمنيين رجالا ونساء، ونقدم الجوائز النقدية الفورية للمشاركين سواء من خلال فقرة الاتصال المباشر معنا وقت البرنامج، أو من خلال الإجابة على السؤال اليومي والذي نتيح لكم الفرصة الإجابة عليه باختيار رقم الإجابة الصحيحة 1 أو 2 أو 3 عبر رقم الواتساب الخاص في البرنامج. أهلا وسهلا بكم. بقدم واحدة يتنقل عاهد الباروتي وسط مدينة تعز طلبا للرزق من أجل أسرته التي يعتبر عائلها الوحيد. فقد عاهد قدمه اليمنى في الحرب قبل أن يتعرض للاختطاف على يد ميليشيا الحوثي لعام كامل، ليخرج من السجن بلا ساق ولا أمل. تعثرت محاولات عاهد في الحصول على التعويض الملائم لحالته بعد أن سدت كل الأبواب في وجهه، وبقي الرصيف ملاذه الوحيد. وهناك بالقرب من السوق المركزي في تعز، حول عاهد أحد الخزانات الصغيرة إلى مسكن له، وبقي يعمل في كشك لبيع البطاط والبيض. برنامج حيث الإنسان وهو يتجول داخل المدينة المحاصرة في مهمة توثيق قصص المكابدين والمتعبين، وجد عاهد الباروتي ليحول مأساته إلى قصة أمل تلهم الكثير من المخذولين والمكافحين في طلب الرزق. دعونا نشاهد لنرى كيف حدث ذلك. تتسع لكل شيء وتضيق بمأساتها وعذاباتها. هنا الحالمة، المدينة التي يقبل سكانها الحياة على أنها محاولة لتجنب فنائهم. وحين تفقد الطريق إلى الحرية، تكتوي بنار خصومها وقهر أبنائها وفوضاها معاً. كل شيء هنا منقسم حول نصيبه من حصص الدمار والقهر. وبذلك يعيش الناس تبايناً في مقتنياتهم من الخوف والقلق حين تدون الحرب سيرتهم النفسية كمعتقلين في جوفها لأكثر من 4 سنوات. لهذه المدينة فصول طويلة من المأساة، وفي كل فصل قصة وحكاية. عاهد الباروتي، أخذت الحرب قدمه اليسرى وهشمت يمناه بعد أن كان في طليعة المقاومة الشعبية يحرس المدينة من جائحة الحوثيين. أنا أصبت في جبهة 40، نزلنا إلى جبهة 40 تعزيزات، كان الشخص الدم المقلوع حاصر، نزلنا تعزيزات يعني باشروا نحن بالقذائف،
الحوثة باشرون احنا بالقذايف من الدفاع، طاقت رجليها هذه اليسرى واليمنى اكتسرها يعني وشظايا في بشظايا. جلست 3 أيام في غيبوبة يقول العملية، وهذه عالقنا وقبة صنع والحمد لله حتى تشافيت. في هذا المكان تتداعى ذكريات مؤلمة ومخيفة في آن واحد، حيث اعتقل عاهد على يد الحوثيين أثناء محاولته السفر إلى عدن للعلاج. مسكونة في برباشة وأنا طالعت عالق في عدن للرجلة دي اليسرى للرجل وهذه كان مكسور. بعد مسكونة ومدينة الصالح، ادونا مدينة الصالح ضرب حق الحوثة، عدد الدماغ ذانا متأثر كل شهر 9 علاج، يعني اشتروا من جيبي ما حد يقول لك هذه حق العلاج. خارجنا ربك من عندهم، أمي دفعت بياس وخرجت أنا من عندهم. عام كامل ظل عاهد في سجون الحوثيين قبل أن يطلق سراحه بمبلغ زهيد ليعود إلى مسكنه مقهورا. كانت أيامي مع عاهد محبوس، سو أنني مأكها مثل ما المجنون، خلاص ما عشتش نفسي أرتاح به بل عشت الدنيا تخلني. قررت أخرج عاهد لأنه يقوم بي، وأنا مطلق ما معيش لا أب ولا معي أخوة شطاري ما حيندي ليش. 500,000 جمعت المبلغ علشان عاهد يخرج، قلت تتسلى بنادي 20 بنادي 10 بنادي 5 بنادي 50، كل واحدة تندي لي من عندي. لما عاهد خرج من السجن قالت الحمد لله، شو حاول الله شو نقضيه. لم تشفع لعاهد قدمه المبتورة وهو يحرس تعز، ولا قصة اعتقاله على يد الحوثيين بالاهتمام به أو تسوية وضعه على الأقل، بل ضاقت به مكاتب القادة والمعنيين في المدينة. إيش أقول لك، أنا سرعت عند القائد رقمنا وندليه استمارة مزورة، جلست 1.5 سنة بهذه الاستمارة المزورة، والآن قبل 4 شهور قبل لنا استمارة بدل ما يفضح لنا بهذيك النهاية مزورة. قال ايش تعزل المالي بشهر 12، قال ما قاش الحين يقولوا بشهر 1، ما فيش كله يضحكوا علينا يعني يكذبوا علينا كذب. هنا طبعت الصورة بداية مأساة عاهد، وهنا اكتمل المشهد بعد 4 سنوات، إعاقة وكفاح ومكابدة. مشهد يتجدد كل يوم ليؤكد إرادة التغلب على العجز والإعاقة كشرط خالص للاستمرار في الحياة. كنا اشتغل من قبل بالبطاط، يعني بعد ما استواها الرجل هذه كنت اشتغل يعني حجر طين، كنت اشتغل حمال. الآن يعني بعد ما بتقطع رجلي ما اقدر اشتغل لا حمال ولا حجر طين، رجعت اشتغل لي بيع البطاط. هنا يفيض التعب وينكسر نهار يوم طويل. Thank you.
في الجوار يقع منزل عاهد، وهو عبارة عن خزان صغير يستقيم بفضله منزل في أقصى الريف يحوي 5 أشقاء ووالدان هم أسرة عاهد. أصبحت شاقي، مش إنه العربية حقي، العربية حق واحد وأنا شاقي، يعني أجيب لي باليوم 1500 وان داري يعني 1500 دليل ما تكفيش. والله أتمنى أن يكون هكذا لي حاجة أطلب بالله على أسرتي، يعني ترفع لك من حاجة، تقضي ما فوقك، تؤلف لك حاجة، تزوج، يعني تشقي على زوجتك وامك واخوانك. هي أمنية كل مكافح خذلته الظروف في منتصف الطريق ولم تترك له فرص مجاراة أقرانه، لكن الحياة تحضر أحيانا على هذه الهيئة. ألف مبروك، يسعدنا في برنامج حيث الإنسان أن نحقق حلمه اللي شفتوا لي فيه. والله أحمد الله، بدي أن يتحقق حلمي. لعل هذه المساحة تتسع لحلم جريح، ولعل الأيادي البيضاء تبني له جداراً يقيه مرارة الرصيف وفوضى الشارع. اكتمل حلم الفتى الجريح، وبات هذا المشروع البسيط مصدر رزق له ولعائلته. صار بوسع عاهد الآن رؤية الحياة وهي تتسع بعد أن ضاقت عليه، ووجب على هذا الباب أن يفتح قلبه ليتيم. اليوم يعني فرحتي في مشروعي الخاص، يعني ما كنت أنا متوقع، يعني كأنه حلم. سوف أبنى مشروعي وأبنى مستقبلي وأعول أسرتي إن شاء الله في مشروعي الخاص. يعني اليوم هذه أنا مؤيد عيد، يعني ما كنت أنا متوقع أنه هذا المحل. أحمد الله وأشكره الذي يعني كنت شاقي والآن قانا صاحب محل، اللهم له الحمد. كارغبش في الطل والرشاشين،
بهذا الصوت يفتتح عاهد عمله اليومي، وبهذه الروح يتوافد الناس إلى مطعمه الجديد لتناول وجبته. هكذا تنتهي مآسي البسطاء حين تحضر يد الإنسان لإسنادهم، وهكذا تمسي تعز صابرة باقية. تفعل الحرب فينا الكثير، لكن الملفت في قصة عاهد هو أن فقدانه لقدمه لم يجعله يرفع الراية البيضاء، بل انتقل إلى ميدان آخر من ميادين الكفاح، وانطلق يعمل ويعول أسرته التي ليس لها عائل سوى عاهد. قصة عظيمة من قصص الكفاح، تشرفنا بأن سلطنا الضوء عليها في حيث الإنسان وساهمنا فيها بما أمكن. مبروك لك يا عاهد، وسنظل مع عاهد والكثير من المكافحين في هذا البلد. يعني وجع، ربما نحاول في هذا البرنامج أن يكون في أمل للناس وأن نعيش لحظات فرح، لكن هناك ربما كثير من الحزن ونحن نشاهد هذه القصص. الآن سنبدأ باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم مشاهدين الكرام في برنامج. وكان هناك تساؤل لأحد الإخوة في البث المباشر يسأل كيف ومتى يتم تسليم الجوائز المالية. يتم تسليمها في بعد انتهاء الحلقة، نتواصل مع الفائزين، وفي اليوم التالي على الأكثر بعد يومين يتم إرسال الحوالات المالية إليهم حتى يستفيدوا من هذه المبالغ المالية. اعذروني إذا كان هناك بعض التأثر من قصة عاهد. الآن سنبدأ بأجواء المسابقة مشاهدين الكرام، ولدينا اتصال. ألو. ألو. السلام عليكم، شهر مبارك. علينا وعليك إن شاء الله بالخير والعافية. كل عام وأنت بخير. تابعت القصة؟ وأنت بخير. أيوة إن شاء الله. طيب اسمعني من الهاتف واخفض صوت التلفزيون لو تكرمت. أسمعك من الهاتف. معك حامد عبد الحافظ عبد الخالق عبد الرزاق. عامر عبد الحافظ عبد الرازق. لا لا، حامد عبد الحافظ عبد الخالق عبد الرزاق. طيب حامد عبد الخالق عبد الخالق عبد الرزاق. عبد الخالق عبد الرزاق. من محافظة تعز. تمام، حامد عبد الحافظ عبد الخالق عبد الرزاق من محافظة تعز. من تعز. جدك الخامس ايش اسمه؟ عبد الخالق عبد الرزاق. عبد الرزاق. الجد اللي بعده نشوفه حامد عبد الحافظ عبد الخالق عبد الرزاق. واللي بعده عبد الرزاق بعد عبد الرزاق. العريقي. العريقي. قفلة شيش هذه، أنا بس الشي خرج من الجو، فاعذرني يعني سامحني بس الشي مزح معك شوية. لا لا. تمام. بسألك سؤال، كيف فقد عاهد قدمه اليمنى؟ أثناء الدفاع على محافظة تعز. تمام، هو كان في المقاومة الشعبية، كيف؟ بإيش فقد؟ يعني ما هو السبب؟ السبب بقذيفة. بقذيفة؟ أيوة. بقذيفة الحوثيين استهدفوا تعز وكان هو في الجبهة. مبروك لك 50,000 ريال، تستاهل يا حامد، مبروك لك 50,000 ريال. لحامد عبد الحافظ عبد الخالق عبد الرزاق العريقي. تمام، مبروك. اتصال آخر. ألو. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهر مبارك علينا وعليكم جميعا إن شاء الله. من معي؟ من ميثاق أحمد. من؟ ميثاق أحمد. ميثاق أحمد من أي محافظة يا ميثاق؟ محافظة إب. من إب. ميثاق تقريبا من السنة الأولى.
كيف؟ اخيرا من السنه الاولى وانا تشارك. من السنه الاولى وانت تكاردي؟ ايوه. وانت تشاركي؟ تمام. اخيرا أيوة. انت اليوم معنا. اخيرا انت اليوم معنا في البرنامج وان شاء الله تكون كأن العيد اليوم. طيب نحن سعيدين بمشاركتك معنا ميثاق. ميثاق سؤالي لك، اين اصيب أيوة. عاهد؟ بالجبهة، لكن حافظ قطعي تدافع عني. تمام، اسم الجبهة في جبهة؟ كان في الفيلم، يعني اليوم الله لا سامح الحوثيين ولا اللي طرح الأسئلة؟ الاثنين مع بعض. تمام، في جبهة هي برقم جبهة ال صوتي بعيد. صوتي بعيد؟ تسمعيني الآن؟ أيوه. تسمعيني صوتي واضح؟ ايوه. هي الجبهة أيوة. اسمها جبهة برقم، جبهة ال خيارات. أخاها خيارات. لا مش شفتي ادي لها حاجة بتفهمها. المرأة لما تولد يعملوا لها حفل وكذا بعد كم يسموه ايش؟ يعملوا لها؟ المرأة لما تولد يعمل لها حفلة بعد كم أيام الوفاة؟ 40. الأربعين، جبهة الأربعين. تمام، مبروك 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 مبروك. الله يحفظك. مش نضحك شوي معكم. تمام، مبروك ميثاق، مبروك لك 50,000 ريال جبهة الأربعين، وأنت مبروك 50,000 ريال من محافظتك، مبروك لك. شكرا. اتصال آخر. ألو. الو الو، شهر مبارك. عين عليك. من معي؟ نعمان. نعمان؟ محمد نعمان عبد الكريم. محمد نعمان عبد الكريم من فين؟ من الغيبة. من فين؟ من الغيبة. طيب مالك مستعجل يا محمد، مالك مستعجل؟ محمد نعمان عبد الكريم من الغيضة في المهرة. نعم ايوه. طيب نصلي على النبي، نهدى انا وانت. مالك مستعجل يا محمد؟ يلا يلا راجل مستعجل معك. يلا ما فيش معك مشوار ولا شيء مستعجل؟ انا في دارك. طيب محمد، ماذا كان يعمل عاهد قبل ان يصاب؟ كان يشتغل في ايش؟ كان يشتغل في كشك لبيع البطاط. لا، قبل ما يصاب كان يشتغل في ايش؟ هو كان يشرح في الفيلم انه انا كنت اشتغل زمان قبل ان افقد رجلي، وكنت عاد انا قوي وسليم، كنت اشتغل في يا محمد وين رحت؟ ايوه معي. طيب تفاعل معي. طيب انا اشرح لك الان، انت معك بيت، تشتي تبني بيت، بتروح تدي ايش؟ ايوه ايوه. كان ايش؟ كان اشتغل يعني عامل في البناء. في البناء عامل حجر. عامل حجر وبالبناء بالبلوك وطين. ايه وبلوك. يلا تمام، مبروك لك 50,000 ريال. حجر وطين. مبروك لك 50,000. يلا شكرا لك. العفو. هو في حاجة يا نصنق يا هم ما يسمعوني، شو صوت واطي. طيب اتصال. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله، من معي؟ محمد قائد قاسم. اسمك الكريم؟ محمد قائد قاسم سنان. محمد قائد سنان. قائد ولا قاسم؟ قائد قاسم. محمد قائد قاسم. من أي محافظة يا محمد؟ سنان. أيوه. من أي محافظة؟ من الضالة. من الضالة؟ من الضالة. مرتاح أيوة. أنت الآن مرتاح الآن أنت يعني إيش بتعمل الآن؟ والله أنا الآن جالس في رمضان.
جالسين انت جنبك اصحابك وباين عليك انك مروق يعني وهادئ وجالس امورك تمام. ايوه تماما. تمام. طيب السؤال لك الان، كم ظل عاهد في السجن، في سجن الحوثيين كم ظل؟ في مساعدة. هو تكلم في الفيلم. ما تكلمت الان. كيف؟ في اختيارات ولا شيء؟ هو قال في الفيلم، أنت تابعت الفيلم؟ ها؟ تابعت الفيلم؟ عام كامل. تابعته كامل؟ عام كامل. كم؟ والله سنة كاملة. عام كامل. سنة كاملة. إجابتك صحيحة، عام كامل ظل في السجن. مبروك لك 50,000 ريال. يلا تمام. مبروك لك. الله يبارك فيك. يلا متواصل إن شاء الله على خير. إن شاء الله. يلا شكراً. يلا. طيب الآن سنختار مشاهدينا الكرام أول فائز معنا من الثلاثة الفائزين عن سؤال أمس، وكان السؤال أمس كم عدد سكان قرية الصفحة في محافظة مأرب، والتي كانت قصة الأمس عنها وتم إمداد مشروع مياه لهذه القرية. كانت الاختيارات الثلاثة، الاختيار الأول 500 فرد، الاختيار الثاني 700 فرد، والاختيار الثالث 800 فرد. الإجابة الصحيحة كانت هي رقم 1، عدد أفراد القرية 500 فرد. وصلتنا 43,767 إجابة، وللأسف للأسف للأسف 17,574 إجابة خاطئة. يعني ليش 17,574 إجابة خاطئة؟ معنا ناس بيجاوبوا غلط، بيختار مثلا الاختيار الثاني أو الثالث خطأ، وفي ناس بيضيف جنب رقم الإجابة بيكتب كلام آخر، يعني بيكتب 500 فرد، بيكتب مثلا الاختيار كذا. فقط أرسلوا رقم الإجابة، الرقم فقط، يعني يا رقم 1 أو 2 أو 3. إن شاء الله غدا تكون كل المشاركين معنا يدخلوا في القرعة. اليوم فقط 26,193 هم من سيدخلوا معنا في القرعة، سنختار منهم 3، وقيمة كل جائزة 50,000 ريال يمني. بسم الله نختار الفائز الأول. مبروك إذن لصاحب الرقم الظاهر معكم على الشاشة، أول الفائزين معنا عن سؤال أمس، والرقم 7-7-4-8-9-5-2-3 7-7-7-4-8-9-5-2-3. إذن مبروك للفائز الأول معنا، أول فائزين ب50,000 ريال يمني، وأتمنى في الغد الجميع يجيب بشكل صحيح، وأرسلوا فقط رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3 لو سمحتم. طيب لدينا اتصال. ألو ألو ألو، شهر مبارك. أين عليكم بالعافية إن شاء الله. من معي؟ إلهام صادق البعداني. إلهام صادق البعداني. إلهام صادق البعداني، من فين إلهام؟ من أي محافظة؟ من صنعاء. من صنعاء. إلهام. إلهام تابعت القصة؟ أيوة. تتوقعي الأسئلة؟ كتبتي معلومات؟ ألو إلهام؟ فقدنا الاتصال بإلهام، أول مرة تحصل في البرنامج. إلهام عاودي التواصل معنا مرة أخرى إن شاء الله، ويكون لك حظ ومشاركة معنا. اتصال آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، شهر مبارك كل عام وانتم بخير. انت بخير ان شاء الله. من معنا؟ معك منال محمد احمد. منال محمد احمد، من اي محافظة يا منال؟ من اب. من اب. تابعت القصة يا منال؟ ايوه. طيب سؤالي لك، كيف خرج عاهد من السجن؟ دفع أم هودة مع جلسة الوجه، دفعت 500,000. كم دفعت؟ 500,000، جمعت الفلوس وأخرجتها أمه. أيوة، وتسلفتها وقسطتها للناس. وأنت مبروك عليك ال 50,000. وأنت مبروك عليك ال 50,000. شكرا لكم. إن شاء الله، مبروك لك ال 50,000 ريال. لمنال من إب، مبروك يا منال، مبروك 550,000 ريال. طيب اتصل آخر. طيب الآن سنجري القرعة ونختار الفائز الثاني، ونشكر الشباب المتفاعلين معنا في البث المباشر. أشكركم على التفاعل جميعا. الأخ محمد الوجيه يقول لي أستاذ
هل البحث لجميع الأرقام؟ أيوة، السحب العشوائي الذي نجريه نجريه لكل الأرقام التي وصلت وشاركت معنا في البرنامج. ثق في برنامج حيث الإنسان. أيضا سؤال آخر كان مطروح من أحد المشتركين، يقول لماذا الأرقام مشغولة؟ طبيعي أن الأرقام مشغولة يا صديقي، لأنه في ناس يتصلوا ويشاركوا. يعني على سبيل المثال الآن لو 500 شخص من المشاهدين قرروا أنهم يتصلوا على الثلاث الأرقام الخاصة في البرنامج، أكيد ستكون الأرقام مشغولة، وهناك مشاهدين يتصلوا بنا خلال 24 الساعة، ما بالك بوقت البرنامج. لذلك الفرصة هي متاحة والحظ يلعب دور في ذلك للمشاركة معنا، لكن لديكم فرصة أخرى أيضا للمشاركة بالإجابة على سؤال الواتساب. الآن سنجري القرعة ونختار الفائز الثاني أيضا، وقيمة جائزة 50,000 ريال لكل من أجاب إجابة صحيحة. وأتمنى عليكم أن تركزوا في الإجابات، وفقط أرسلوا رقم الإجابة، الرقم فقط، 1 أو 2 أو 3. الفائز الثاني بسم الله. مبروك لصاحب الرقم 7-3-3-4-0-1-5-4-7. إذن مبروك لصاحب الرقم 7-3-3-4-0-1-5-4-7. مبروك للفائز الثاني معنا 50,000 ريال عن سؤال حلقة الأمس، وكانت الإجابة الصحيحة هي الاختيار رقم 1. طيب لدينا اتصال. ألو ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟ سندس عبد عباد. سندس عبد عباد. سندس عبد عباد، من أي محافظة يا سندس؟ من إب. من إب. اليوم أصحاب إب مسيطرين على البرنامج. سندس. أيوة نعم. تسمعيني؟ معك. أيوة اسمعك. اسمعيني من التليفون وطي صوت التلفزيون. أيوة راح أسمعك. سندس سؤالي لك، أنت تابعت الفيلم؟ أيوة تابعته. طيب كم عدد أفراد أسرة عاهد؟ 5 أشقاء ووالدة. يا سلام عليك، تستاهلي 50,000 ريال. مبروك يا سندس. الله يبارك فيك. مبروك لسندس، مبروك. طيب في واحد من المشاهدين يقول لي يا استاذ سامي روح تعالج او صفي اذنك، انتم ما تعرفوش معاناتي. انا الان اسمع المتصلين واسمع المخرج واسمع الكنترول، خلوها على الله بس. وزملائي يعني الان نحن هنا في قناه بلقيس من مختلف الجنسيات نشتغل، ففي صعوبه قليل في التواصل، فاعذرونا يعني. وممكن نعمل لي حلقه في حيث الانسان، نعمل له مشروع الصفو هذا. تمام. المهم أنا أشكر كل المتفاعلين معنا في الفيسبوك، يعني هناك متفاعلين في البث المباشر صراحة منهم يطرحوا الأسئلة، يتوقعوا الأسئلة التي سنطرحها في البرنامج. أشكركم جميعا، يعني شكرا لكم على التفاعل والمشاركة معنا. اتصال آخر. ألو، شهر مبارك، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله. وأنت بخير، من معنا؟ حسام علي مشان شمتام. حسام سلام، من فين يا حسام؟ من إب. من إب؟ أيوة. اليوم هذا الاتصالات كلها في إب يا حسام، كيف عملتم؟ والله الخير موجود عندنا. والله السنترال حقنا اليوم في إب قد هو. أيوة. بسطتم على السنترال أصحاب إب اليوم. طيب حسام. يا حسام. حسام تسمعني يا حسام؟ صوتي واضح عندك؟ يا حسام. حسام يا حسام. يا أيها الحسام. أيوه واضح. صوتي واضح. طيب سؤالي لك يا حسام. طيب اسمعني من التليفون علشان ما يتأخرش الصوت، اسمعني من التليفون. أسمعك. والله وأنا أسمعك. تمام. السؤال، أين كان يشتغل عاهد قبل أن ينفذ له برنامج حيث الإنسان مشروعه الخاص ويصبح له محل؟ فين كان يشتغل عاهد؟ بالباشا. فين؟ بالباشا. في بالباشا. تمام. في إيش كان يشتغل؟ إيش كان شغله؟ يا حسام. حسام
صرعنا اصحاب اب، قلنا لهم السندريلا عندكم، الرجال سقط الاتصال. حسام كيف؟ سقط الاتصال بحسام، انا اسف. الو حسام، قد في واحد يقول لي مرعتنا يا سامي. حسام راح، حسام راح، تحياتي يا حسام، انا اسف يا حسام. طيب اتصال اخر. الو 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 الو، شهر مبارك. خلينا وعليكم ان شاء الله. من معنا؟ معكم عائشة شعلان. أنيسة سلام؟ عائشة شعلان. عائشة سلام، من فين يا عائشة؟ شعلان من صنعاء. من صنعاء؟ ايه. طيب سؤالي يا عائشة، يعني قبل أن يكون مع عاهد مشروع الذي قدمناه في برنامج حيث الإنسان، ساعدناه في هذا المشروع، كان يشتغل عاهد في ماذا؟ يا عائشة. ألو. أيوة. إيش كان يشتغل عاهد؟ كان يبيع بطاط في عربية. في عربية، إجابتك صحيحة يا عائشة، مبروك لك 50,000. الله يبارك فيكم. مبروك لك يا عائشة، مبروك لعائشة. طيب الآن نختار الفائز الثالث أيضا، قيمة جائزته 50,000 ريال لمن أجاب بشكل صحيح أمس. ورجاءنا اليوم يا شباب جاوبوا صحيح وبشكل سليم، يعني أرسلوا فقط رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3. والفائز الثالث عن سؤال أمس وكانت الإجابة الصحيحة رقم 1، بسم الله مبروك مقدما لصاحب الرقم 7 1 2 3 6 8 4 0 1. مبروك لصاحب الرقم 7 1 2 3 6 8 4 0 1. إذن مبروك لصاحب الرقم الثالث. طيب الآن سنذكر بالثلاثة الأرقام الفائزة، لكن هناك ملاحظة أود أن أقولها لكم. نحن للشفافية نجري القرعة ونظهر الأرقام كاملة على الشاشة للفائزين معنا بالقرعة حتى تكون هناك شفافية كاملة، لكن للأسف 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 هناك بعض الشباب للأسف، يعني البعض القليل، بيعملوا حركات مش تمام. يعني إحدى الأخوات المشاركات قبل يومين تشتكي وتقول أنه تم التواصل معها من بعض الإخوة اليمنيين المغتربين في المملكة العربية السعودية، اليمنيين يتواصل معها يقول لها أنا من برنامج حيث الإنسان، أرسلي لي بطاقتك، أرسلي لي معلوماتك وبياناتك. للأسف هذه التصرفات والأخلاق ليست من أخلاقنا كشعب يمني، نرجو التوقف عن هذه التصرفات والممارسات، والهدف فقط أننا نظهر الأرقام فقط حتى نكون هناك شفافية، فقط الهدف من إظهار الأرقام حتى تكون هناك شفافية. فأرجو أن تتوقف هذه التصرفات والممارسات من قبل البعض، يتم التواصل والإرسال للأرقام وإزعاج الناس الذين شاركوا معنا في البرنامج. طيب الآن سنذكر بالثلاث الأرقام الفائزة معنا والذين اخترناهم بشكل عشوائي عن سؤال أمس، والثلاث الأرقام معكم على الشاشة الآن. إذن مبروك للأرقام الثلاثة وهم 7 7 7 4 8 9 5 2 3، ومبروك للفائز الثاني 7 3 3 4 0 1 5 4 7، ومبروك للفائز الثالث 7 1 2 3 6 8 4 0 1. طيب قبل الاتصال فقط أنا أود أن أقدم ملاحظة لكل من يشارك معنا ويفوز بأسئلة الواتساب. عندما يتواصل معك أي شخص ويقول لك أنا من قناة بلقيس برنامج حيث الإنسان، لا تتعامل معه بشكل مطلق، هناك فقط رقمين يتم التواصل معكم من هنا من تركيا فقط للتواصل معكم وأخذ بياناتكم ومعلوماتكم فقط، ويتم التواصل، باقي الأرقام لا تتعاملون معهم، بلوك. تمام، إذن لدينا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، شهر مبارك، كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير وعافية. من معنا؟ معكم وفاء سعيد أحمد مقبل. وفاء سعيد أحمد مقبل، من أي محافظة يا وفاء؟ من محافظة صنعاء. من محافظة صنعاء. طيب السؤال لك،
ما اسم السجن الذي اعتقلت فيه ميليشيا الحوثي عاهد؟ اسمه السجن. السجن ايوه، سجن هو عندما كان ذاهب لعدن علشان يتعالج ويركب الرجل الاصطناعي تم حبسه من قبل الحوثيين ووضعه في سجن لمدة عام. ما اسم هذا السجن؟ مسكوا الحوثيين بس ما اتذكر اسم السجن برغم اني شفت الفيلم. ايوه مدينة سجن في مدينة عدن. لا في تعز، هي مدينة كانت سكنية والآن أصبحت سجن. مدينة سلطان فهد. أو هنا ساعدك الآن، هي مدينة سكنية كانت على أساس أنها ستكون مشروع ضخم في تعز، مدينة سكنية تحولت الآن إلى سجن يسجن فيها أبناء تعز. مدينة ال مدينة الصالح. الصالح، مدينة الصالح، وإجابتك صحيحة، مبروك لك 50,000 ريال. في سجن مدينة الصالح تم اعتقاله وظل لمدة سنة. شكرا جزيلا لك، مبروك لك الجائزة 50,000 ريال. طيب الآن مشاهدي الكرام نضع لكم سؤال الواتساب ويجيبوا عن هذا السؤال حتى حلقة الغد، والسؤال معكم على الشاشة. اعتقل الحوثيون عاهد أثناء محاولته السفر إلى، الاختيار الأول القرية، الاختيار الثاني عدن، الاختيار الثالث إلى خارج البلاد. أنا ذكرت الإجابة الصحيحة قبل قليل مع المتصلة من صنعاء. اعتقل الحوثيون عاهد أثناء محاولة السفر إلى القرية أو عدن أو الخارج. يعني 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 يا شباب الآن أذكركم أنا فقط على الشاشة أنه الآن مثلا واحد يرسل الإجابة رقم 2 يعتقد أنه عدن، فيرسل فقط رقم 2، أرسل فقط رقم 2 على رقم البرنامج، لا تكتب عدن ولا شيء، اكتب 2 فقط. مبروك لكم مقدما، وسنختار في الغد 3 فائزين وقيمة كل جائزة 50,000 ريال. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا تقريبا لختام هذه الحلقة من برنامج حيث الإنسان، نلقاكم غدا وحلقة جديدة وسنعلن عن الفائزين عن سؤال اليوم، وأيضا هناك مسابقة جديدة وقصة جديدة نحكيها معا ونتشارك في تفاصيلها. كونوا بخير. سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان، بالخير سندرك حتما كم نحن بخير، بحكايات تأخذنا حيث
هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.